اظهروا يعني مستوى، يعني المفروض الكابتن حسام البدري كان يطلعه من نص الشوط الثاني على طول. وش يعني كابتن عماد متعب في الشوط الثاني قعد نزل 5 دقايق، فرق جامد. بكلمك بصراحه، وليد اظهره انا شايف الماتش مش بتاعه، كان من نص الشوط الثاني ما طلعه. ان شاء الله باذن الله هننتصر هناك ونرجع بالكاس، وده دايما النادي الاهلي، فمفيش مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله التوفيق يحالفنا في المباراة القادمة ونرجع بالكاس بعون الله، وده دايما النادي الأهلي. النادي الأهلي بيظهر دايما في وقت الصعب والوقت الشدائد. الأهلي اعتاد دايما، أنا كناقد رياضي في النادي الأهلي بقالي أكتر من 10 سنين، شايف الروح اللي فيها النادي الأهلي، شايف إن هو وقت الصعب بتلاقي لعيبة الأهلي حاضرة، لعيبة الأهلي عندها خبرات كبيرة. في شوط اي نعم انتهى في برج العرب بنتيجه لا ترضي جماهير النادي الاهلي ولا جهازه الفني ولا ادارته ولا اي حاجه، لكن في شوط تاني السبت اللي جاي في المغرب، شايف الخبرات الكبيره اللي موجوده في النادي الاهلي، شريف اكرامي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وعماد متعب، اللي المفروض يبقى له دور اكتر في الفتره اللي جايه، لازم يكون ليه ياخد وقت مناسب. المنافس بتاعنا سنهم صغير وخط الدفاع بتاعهم سريع وفاهم وبيقف كويس جدا، فبالتالي احنا محتاجين المهاجم اللي يستغل انصاف الفرص. ومعلش وليد ازارو، ولا انا وجهه نظري الشخصيه، هو لعيب كويس بس ما يكون في ماتش وعليه ضغط عصبي ما بيعرفش يأدي كويس، يعني عايز يكون ماتش مريح هيديك زي الماتش اللي فات بتاع تونس طبعا يعني. وان شاء الله ربنا يوفقنا ونرجع بالكاس ان شاء الله. والله احنا تعودنا من النادي الاهلي دايما ان هو نادي بطولات، نادي اللحظات الاخيره، احنا تعودنا ان النادي نادي القرن، البطل دايما بيتوج في اللحظات الاخيره، والفرحه ما بتكونش فرحه غير لما بتيجي بعد عناء وبعد شقاء، وده لسه يعتبر جزء يعني اي نعم نتيجه مش مرضيه للنادي الاهلي وجماهيره، بس احنا نتمنى طبعا ان في المغرب ان شاء الله. ودايما برضو منتخب مصر في يعني عودنا ان هي في اللحظات الاخيره، جون محمد صلاح، جون بتاع الصفاقسي ابو تريكه، احنا دايما في اللحظات الاخيره بنجيب من الاخر على طول، واحنا ان شاء الله الماتش الجاي هنتوج وناخد بطوله افريقيا ونصعد كاس العالم للانديه ان شاء الله. والله ان شاء الله احنا معانا 11 بطل بالمدرب وكلهم ان شاء الله، وفي شوط تاني ان شاء الله الفريق احسن، وباذن الله متعودين على النادي الاهلي كده، وهو ده نادي الاهلي يا جماعه. النادي الاهلي بطوله، نادي بطولات، فان شاء الله باذن الله هنشوف احسن واكتر ان شاء الله. الماتش كويس جدا، الفريق عمل اللي عليه وازيد ان شاء الله باذن الله. نادي الاهلي نادي القرن، نادي الازمات، ان شاء الله باذن الله يرجع لنا من المغرب بالكاس. النادي الاهلي عودنا على الازمات ان هو بيجتازها، وباذن الله باذن الله هنرجع من المغرب كسبانين ومعانا الكاس ان شاء الله باذن الله. انا متوقع ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع بالكاس، لانه هيحط الهدف قدامه ان هو ده النادي الاهلي، عودنا انه نادي المستحيلات. وانا فاكر الهدف بتاع عماد متعب ايام ما كان كابتن جريدو هو اللي ماسك الاهلي، ده كان اشبه في ايوه في نادي ده كان اشبه بالمعجزه، الهدف اللي في الوقت الضايع ده في الكونفدرالية، واعتقد ان ده مؤشر يعني يطمننا ان النادي الاهلي مش هيبقى صعب عليه ابدا ان هو يفوز بالبطوله. فريق النادي الاهلي النهارده لعب بكامل قوته، لعب ماتش قوي، ماتش عظيم، امتعنا، عمل كل محاولاته لاختراق دفاع فريق الوداد، بس فريق الوداد يعني الفرقه كلها بتدافع، يعني الفرقه كلها واقفه في الدفاع، فكانت صعب جدا يعني اختراقها. عملنا كور حلوة لكن للأسف الحظ ما كانش معانا، لكن الفرقة كلها لعبت بطريقة جيدة، ويعني أتمنى إن شاء الله في الماتش القادم في المغرب مع فريق الوداد إن احنا يعني نحقق مكسبنا، ومش بعيد عننا يعني، ومش بعيد عن فريق النادي الأهلي الفريق العظيم يعني. ماتش نهائي شوطين، الشوط الأولاني في مصر والشوط الثاني هناك، الأهلي كده كده هياخد البطولة إن شاء الله. السلام عليكم.